السلام عليكم. عادة ما يقولون هن الماطور شتال صاحبه، يعني طشر اللمة، بس هاي المرة الماطور جمعهم ما طشرهم. هسه شلون؟ هاي سالفة طويلة بيها انترنت ومواقع للتواصل الاجتماعي، بس مو صعبة إذا عندك دراجة حلوة وروح الفريق وعندك موبايل حتى تتواصل. روح انضم وياهم وشوف نشاطاتهم اللي ما تخطر على البال. هسه أكيد صار عندكم فضول وشوقتوا حتى تتعرفون على هذا الجروب الكبير المنتشر بكل المحافظات. لا مو بس هاي، طلع عندهم فروع بدول عربية وأجنبية وعندهم قوانين خاصة بيهم. قائدهم هذا بالصورة اسمه بلال، قدر يجمعهم من كل حدب وصوب. هذا الرجل فارس شخصيته عليهم، عنده صفات القائد يحبوه، بل البعض يعتبره الأب الروحي. عراق بايكرز حصل على جوائز وشهادات تقديرية كثيرة، وشارك بندوات ومهرجانات وسباقات حتى خارج العراق، لذلك سموهم الرحالة. طموحهم غير محدود، الناس انقسمت بين مؤيد ومعجب لهذا الجروب، والبعض الآخر قال يا بهاي مضيعة للوقت. العراق بايكرز أصبح مثار للجدل، لكن أقدر أقول وبملء الفم يكفيهم فخر وسعادة من يكونون بمكان وتجي الناس تلتقط وياهم الصور. مشاهدينا الكرام، شاهدنا مع بعض المقدمة اللي كانت تتكلم بحق عراق بايكرز، بس هذا مو كافي. اليوم قررنا أن نكون وياهم ونرافقهم بخطة هم راح يقدموها. وشلون راح يقضون يومهم؟ شنو السر اللي يقبع وراء عراق بايكرز؟ خلينا نتعرف عليهم ونسلم عليهم ونقول لهم السلام عليكم شباب. عليكم السلام. طبعا بلال عرفك. الله يخليك. الله يسلمك. كل الهلا. طبعا وهذا مو السلام مال بلال، اكيد هم عندهم سلام تعلمناه. لا هو طبعا هو سلام طبيعي، بس احنا كرياضيين كل الرياضيين هذا سلامهم، يعني يكون اكثر محبه واكثر وئام بيناتهم. اكو ودي طبعا اكثر هيك يعني. شلون الصحه؟ نعم خير ان شاء الله. خير الحمد لله. وش خلي نستريح. استريح تفضل. مساكم الله بالخير. هذا المايك بقيمه. تمام بلال، قررنا انه تعطونا رخصه اليوم وكل الشباب طبعا يوافقون انه رافقكم اليوم. تمام. سويه طبعا. اوكي على راسي، اشرف بكم. جروبات عراقيه تخصص لكل الجروبات اللي هم يتواصلون بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن بالتالي يحققون هذا على ارض الواقع، نلاحظهم يلتقون مع بعض. صح بلال، شلون قدرت تجمع كل هذه الشباب او اكثر؟ انا سمعت انه اكثر من 1000 دراج بالعراق. 980 دراجة أو 70 دراجة حاليا في بغداد باسم عراق بايكرز. 380-370. نعم. بس نعم. هذا العدد يعني كبير كلش، أكيد يصير بيه مشاكل، يصير بيه معوقات. طبعا شلون قدرت تحافظ على اللمة هذه؟ طبعا هو أولا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. والفضل للشباب الباقين اللي هم اللي يتواصلون الأكثر، المساعدين، الأعضاء، الميكانيكيين، كلهم يعني هو التواصلهم اللي يزيد هاي العلاقات الاخويه. طبعا زين بلال، احنا حتى ما نبخس حق الجميع، اريدك يعني بسرعه تعرفني عن الولد الموجودين. طبعا منا المايك تقدر تقربه لك انت كيف قبيده، بس تعرفني اسمائهم. كابتن قصي احد المساعدين الابطال الموجودين براك بايكرز. كابتن عماد الايد اليمين. البلال هو من المؤسسين كذلك همينا. نعم. كابتن كاظم من المساعدين الموجودين. سيد صبري احد الاعضاء الختياريه نقول عليهم الكبار. كابتن محمد احد المساعدين الموجودين. قتيبه كذلك من القدماء الموجودين بعراق بايكرز. علاوي من اعضاء عراق بايكرز. راح نتوقف مع علاوي. تمام ونحول المايك القصي. القصي قصي بس اقترب المايك شوية. قصي انت دراج يسموك رحال، شنو هاي مال رحال؟ اكيد دراج يعني. رحال؟ رحال يعني شنو رحال؟ يمكن المشاهد الان ما يعرف شنو رحال. انا اعرف لان قريت عليكم قبل لا اجي للحلقة، اكيد انا بحثت وقريت على يعني العراق بايكرز وتبعتكم، لكن يمكن المشاهد ما يعرف. الرحال هو شنو يعني؟ يقطع مسافات طويلة. نعم. بالدراجة. يعني عندنا وايد طلعات يعني. يخلف البصمات له يعني بكل محافظة. نعم. وكل كذا. اوكي. طيب قصي، يعني نريد نعرف انه انت لابس مجموعه محابس، عندك بعض المشومات.
على ايدك؟ هو على الستايل مالتنا يعني لبسنا هذا اوكي بلال، حتى احنا نريد نعرف هواي اسرار وخفايا عنكم حتى يعني نكون سريعين ايضا. هسه وين وصلنا؟ على عجاله. طلال عندنا حبيبنا الغالي ابو فرح. احمد انتم تلقبوه هو القاب له شنو؟ لا هو اسمه ابو فرح. ابو فرح بس انا من شريت هنا يعني عندنا بالكواليس قالوا له احمد طنطم طمطم طمطم طمطم. خلينا نطي المايك. اي هذا مين جاء هذا اللقب؟ هذا لقب قديم من أنا صغير وقت جوارين والأصدقاء ومشوا وياي للكلية وعبرت الكلية. زين إيش وقت أنت كنت الدراج؟ أي سنة تتذكر؟ طبعاً هذا موضوع الدراج هو بالدم. أنا أريد أي سنة بالضبط؟ طبعاً من أنا طفل أشوف بالأفلام ناس تركب دراجة. هو مو قصة من هي وسيلة نقل بس أنا سألتك لسبب. هسه سألتك سؤال لسبب أريد أعرف أول شيء أنت متزوج لو لا؟ طبعاً. طيب هو هذا السبب يعني من تجي دراج انت لبسك مختلف عدة وشومات واجهت صعوبة انهم تقدمت طبعا هذا زوجتك يعني شوف هو هذا هو مو بس يعني من ناحية البيت او زوجتي او الجيران هي المجتمع كله من يعني هي نظرة الدراج شوية لان بالافلام تختلف نعم. فكان هو فد يعني شلون اقول لك تحدي بناني ممكن اصير دراج ممكن اطلع اروح شاهد الغرب اني دراج هو فكره الغرب تختلف عن فكرتنا احنا طبعا يعني تم يعني مو كوبي لا طبعا احنا شوف احنا يقولون احنا لابسين مثلا الفيست يشبه الفيستات اللي برا بالافلام بس احنا غير شكل احنا مثلا هم يطلعوهم اكثر من مرات الدراجين مشاكسين وكذا ما شوف احنا بالعكس احنا هنا خدمة للمجتمع يعني احنا نتبرع بالدم نزور دور الايتام يعني هو هاي اللي احنا نعرفه بس المقابلنا ما يعرفه فانا بالنسبة لي وبعمري هذا كان فالتحدي كلش كبير بين اني ممكن اطلع للشارع واني لابس لبسي وراكب الدراجة هذه واروح بها للدوام طبعا اكو انتقاد ممكن اكو انتقاد بس ما دام اني مقتنع بان اني دا اسوي صح وهاي الدراجة عرفتني على ناس صاروا أخوان إلي بفترة قليلة يعني يعني أنا أعتز بيها لأن عرفتني بهواي ناس أنا كلش أعتز طيب. أحمد منو يمك أريد تعرف عليه؟ علي سيدي طبعا علي من العشرة الموجودين كان بالفريق وإلك علاوي علاوي أهلا وسهلا بك تبع جروبات عراقية اليوم الحلقة حلقتكم اليوم الناس تريد تعرف عراق فايكرز اكثر يمكن تابعوكم بالفيسبوك لكن ربما اكو خفايا واسرار ما راح يعرفوا الا من خلال هذا اللقاء اني علي سيدي طبعا من احد القدام فريق عراق فايكرز يمكن كان تسلسلي رقم 9 او 10 يعني مخضرم يعني تقدر تقول هيك شيء الحمد لله هذا الشيء قبل اكثر من 5 سنوات حاليا الحمد لله تعرف انت العدد مثل ما تفضل كابتن بلال وقال يعني حدود العراق كله بحدود 900 اكثر تمام حصرا بعراق فايكرز بال 380 يعني مشترك طيب. وهذا شيء فشي حلو يعني انه وللعراق بس بسرعه انت مو هنا عايش انا ساكن ببلجيكا نعم بلجيكا اي نعم يعني هناك هم كنت انت منضوي يعني ويا دراجات وكذا عندك دراجه هنا اي عندي عندك أي. هم ويا فريق هم عراق فايكرز فرع ثاني هناك تقدر تقول الاهداف ما متشابهه مثل فريق عراق بايكرز يعني بس انا لاحظت من تابعتكم انه عده فروع بدول اجنبيه صح اي نعم عندنا بالمانيا عندنا المانيا جيرمان الكابتن الحجاج موجود بطل من الابطال ونقل فت صوره ايجابيه عن العراق بالمانيا ورفع العلم العراقي هناك وكذلك بالدراجه مالته من يتنقل يروح ويرجع هذا البيست منازع من عنده طيب خلي نكمل الفكره مالتك نعم يعني العفو الاهداف مو نفس الاهداف يعني أنا من خلال شافه والفيست مالتي وشهرة عراق بايكرز وصلت يعني على عموم أوروبا وهذا شيء كلش حلو إنه فأكثر نعم. يعني من قناسه ولقاء ويانا وعرفوا أهدافنا وأمورنا فتعجبوا لأن هم أهدافهم تختلف يعني عموما بصورة عامة طيب. تقدر تقول هم مثل طلعاتهم أو دخلاتهم نوادي ليلية أو حفلات نعم. إحنا أهدافنا سامية أكثر يعني نتبرع طيب. بالدم نساعد يتامى فمو جميل. نفس علاوي أخذ المايك لأنني أكو واحد هنا أنا إيدك اليمنى اسمه عماد عمدة انت ايد اليمنى الكابتن بلال حبيبي اذا احنا راح ناخذ منك اشياء ثانيه ان شاء الله شلون بلال وياكم
هاي ما حد يعرفه بس انت لان قريب كلش عليك. بلال راح اغمض حتى ما اسمع. شلون بلال وياكم؟ ورده قليله. قاسي هذا بالعكس اهل. صعب عماد انه شخص يقدر يجمع هذا العدد الكبير وشوفكم مرتاحين. يعني انا كنت هنا ويا الشباب المصورين نسولف وباوع عليكم اراقبكم حقيقه، يعني فاعذروني اراقب مثلا رياكشناتكم كذا شلون تحجون، فشفتكم كلكم ايد واحده يعني كانما يعني بلال ابروحي لكم حقيقه. اكيد واكثر وجمعتنا الخوه احنا. اها يعني ابد حتى سوي كنت القائد. لا 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 عمي لا انا من قوي جد قاعد نام. طيب شنو عندك دراجه؟ هوندا في تي اكس. هوندا شنو هاي هوندا يعني مواصفاتها مثلا؟ دراجه قويه كلاسيكي. نعم اي كلاسيكي محرك 1300. اها هاي بيها مواصفات معينه؟ اكيد اي كلاسيك نفس. لا ترجع المايك شوش بلال يريد يسولف. لا تفضل. طبعا دراجته عندنا انواع اثنين بالفريق. انه عندنا نوع الكلاسيك هو مثل الهارلي ديفيدسون او الهوندا البي تي اكس او الشادو اللي شكلها هذا استيراد يجي عن طريق يا اما امريكا او يجي عن طريق اليابان. طيب ونجي نشتريهن الشباب. اكو معارض لهن يعني اكو معارض لهن موجوده بس انا شفت المختلفات. صح عندنا نوع الجولد وينج هذا الرئاسي اللي نطلع بيه رحاله، واكو النوع الثاني هذا الهارلي ديفيدسون هم نطلع بيه رحاله، بس الاكثر شيء الهارلي ديفيدسون يدخل بايك شو، يدخل جماليه. نعم اكثر شيء الناس ككلاس موجود هو ستيل مالته غراضه وكذا كماليات. أي. طيب احنا يعني ما اريد احنا ضحكنا صحيح بس هم مرات تكون اكو غصه بالقبر حقيقه. شلون يعني احنا ما نريد ننتقل تراجيدي يكون اكو حزن، لكن مرات نسمع انه صار حادث دراجة هنا وصار حادث دراجة هنا. صح. يعني ويا اكثر الحوادث عد الدراجات. لكن صح. يعني هي قضيه الدراجه خطره. صح. السيفتي مالها قليل. صح. انت مباشر ويا الهواء مباشر يعني. نعم. اي اصطدام عندك يصير لا سمح الله يعني مؤذي جدا. نعم. وشفتك حزين جدا لربما اكو شيء يعني ما اتذكرت شيء فانا اسف. لا حبيبي بس عندنا الله يرحمه أخونا الكبير وأحد المؤسسين العراق بايكرز الكابتن محمد الباش فقدناه راح إلى رحمة ربه. الله يرحمه برحمته الواسعة. طبعاً تألمنا عليه وحالياً. أنت أول ما قلت أكو فد غصة أو كذا رأساً هو رأساً يجي على البال. محمد الباش نعم المؤسسين العراق بايكرز ومن القدماء من الناس اللي يؤخذ بقراراته ويؤخذ بكلامه. اللجنة الموجودة هو كان موجود بها من يكون لجنة هيئة رأي نسميها احنا يطلع بها قرار، فهو من واحد من هاي هيئة الرأي مثل ابو فرح موجود مثل الشباب الموجودين الى رحمة الله. فسببها كان جلطة دماغية. طبعا اذا تسمحوا لنا اليوم نرافقكم بجولتكم اللي مقرريها اتمنى نكون خفيفين ظل عليكم. لنا الشرف ان شاء الله. اذا شباب يلا مع بعض عراق بايكرز. مشاهدينا الكرام مثل ما وعدناكم راح نكون ويا جروب عراق بايكرز للدراجات. هذا الجروب الان في ساحه ميسلون واحد من مناطق بغداد الحبيبه والجميله. طبعا رئيس الفريق بلال هسه مجتمع بيهم بعض التوجيهات. الظاهر انه هذه التوجيهات دائما من يلتقون حتى يعرفون كل التطورات كل الاشياء لانهم مو مكان واحد، هم من مجموعه مكانات. راح نخليكم بالصوره. اتمنى انه تسوون فد فراغ لكم اللي ما متمرن على التوب جان للشغل كالجولد وينج او الهارليات. راح الساحه موجوده ان شاء الله ونتمرن بيها. اوكي شباب
مشاهدينا الكرام، رغم حرارة الجو هذا ما حد من فريق عمل جروبات عراقية أن يكون ويرافق ويا فريق طبعا العراق بايكرز ويا كابتن بلال وباقي الفريق، وهذه الآن احنا في فعالية أخرى. نعم. أنت أصريت أنه اليوم ترفه عليهم. نعم. طلعهم، وين احنا هسه؟ طبعا احنا اليوم بالمدينة المائية، اليوم رادوا الشباب يغيرون جو، تدرون الجو حار، درجة الحرارة 52، فلازم نغير جو اليوم. مو شرط ان نطلع حدايق او مشاوي او شيء، اليوم نطلع شيء ثاني وشيء جديد. نعم. هو المدينه المائيه. الملاحظه اللي لاحظتها انه احنا ونمشي بالشارع لقيت يعني اتنشن مو طبيعي، اهتمام من الناس، سيارات تطبق، سيارات تاخذ لكم صور، هذا متعودين عليه؟ متعودين عليها، وعندنا صداقات ما شاء الله بهذا المكان، بالشوارع، بالناس، العوائل، حتى البنات وحتى النسوان الكبار، ما شاء الله عليكم، الله ينصركم، الله كذا ان شاء الله، لان يشوفونا ويا القوات الامنيه بالاعياد والمناسبات نطلع وياهم. طيب، وهذه الحركات اللي تسووها وانتم تمشون، الفكره حتى المشاهد يعرف هاي الحركه ان كانت واحدات او اثنينات، هاي ترتيب الفريق، يعني ان كانت الواحدات يعني الفريق يمشي بصف واحد. تمام. اشارات، الاشارات هاي تدري لغه الاصم الابكم. أه. هي لانه دراجه بعيده ومو من السهل انه انت تفهم شلون بلاسلكي. طيب. او اي شيء. طيب. فهاي الاشاره الواحدات او الاثنينات الناس يجوز ما يعرفوها شنو هي. فهاي الاشاره انه نسويها مخالف انه الدراجات تمشي هيك، اذا اثنينات تمشي وحده بصف اللوح. أه. اذا ثلاثات ثلاثات كذلك، ناشر على الطسه، ناشر للمقابلين نقول احذر من هذا المكان، مطاب او سياره جايه او شخص دا يتمشى او رجل كبير دا يعبر، كلها عندنا اشارات. أه. خاصه. بلال، منهم زوجك من الفريق كلش؟ كلهم احبابي، كلهم اخوتي، ماكو واحد مشاكس ابد، كلهم اخوتي. موقف طريف مر بيك؟ اكيد، يعني انتم هواي بلدان طلعتوا وهواي سباقات شاركتوا وهواي مهرجانات، اكيد صارت مواقف بيك. طبعا عندنا موقف، والله مواقف كلش هوايه وكلها اكثرها يعني ما شاء الله ترفيهيه. رئيس انضحك لان هي فيها ترفيهيه. طبعا اخر مشاركه كان عندي بلبنان، دخلنا المغارة تجعيته، طبعا هناك المكان ممنوع التصوير. طيب. فأبو أبو البلم اللي دخلنا للمغارة. طيب. احنا طبقنا دراجاتنا وكملنا بعدها، فقلنا له يابا احنا عراقيين وجينا وكذا، فبيه مجال نقدر نصور، قال لي اوكي ماشي، بس ما تعطي خبر لحد. تكتم. اوكي اي تكتم. فأنا طلعت كاميرتي بسكوت. ايه. دا صور وكذا، فبهالاثناء اندرت الكاميرا مالتي علي، قلت ها خليتنا نصور. الحمد لله. فهو قال لي عارف لي 26 سنه هنا المدير عادل. فقال لي ترجاك. طبعا هو من نشر الموضوع، بس هذه الطرفه صارت الطرفه والمزاح. انا واحكي وياك لاحظت انه لابس كثير علامات. نعم. يعني علامات ما اعرف انت مشتريهن هن هدايا جوائز، انت اشرح لنا. طبعا هاي ملاحظه كلش مهمه حتى نقدر نفهم متابعينا ومشاهدينا ومشاهدين العراقيه. هاي ان كانت اوسمه. طيب. وبنات يهدوها الفريق الثاني لنا بالمشاركات الدوليه مالتنا. أه. هسه اي شيء موجود عندي بهذا الفيست تقدر تريد تسال عليه. طيب. انا اقدر اجاوبك هذا منين، من اي فريق، من اي نادي. تتذكرهم كلهم؟ اكيد طبعا كلهم بهم ذكرى. هذا تحدي. أيه. هذا تحدي. خلك بالاضافه انه عندنا بعد اكثر، اسال اول مره بعدين اقول لك شو. هذا تحدي. خلك اختار. ياهو اكثر وحده عتيقه بهم هاي اقدم وحده. صح. زين. كلهم تعرفهم؟ اكيد كلهم. ابد. زين. هاي بها نسال. هاي مال امارات بايكرز. آه. رايدرز العفو. اي هذا بدولة الامارات، شاركنا العيد الوطني 47 لدولة الامارات. طيب. وشكرنا وتقديرنا شيخ سهيل بن حشر بو حشر على تقديم دعوة لنا، ورحنا وضيفنا وكرمنا. احنا رحنا اعضاء اثنين مثلنا النادي كله طبعا. يعني سويتوا فعاليات؟ طبعا طلعنا رايد هناك بكل انحاء. طيب. الامارات. واكو شيء في جدة؟ هذا جدة بايك ويك. بالضبط. هاي اللي شاركنا بال 2017. طيب. مدينة جدة كذلك، شكرنا وتقديرنا إلى فريق المتحدون وكل فرق المملكة العربية السعودية. زين، والجميل اللي لاحظته وشاهدته أنه اكو شيء اسمه أصدقاء. شنو؟ أصدقاء المرور. أنتم. نعم. سبب لهم مشاكل، مين أصدقاء؟ طبعا شكرنا وتقديرنا الى مديريه المرور العامه، وعتبنا بسيط لهم انه نريد رقم دراجاتنا. اذا هذا نداء توجه لمديريه المرور. مديريه المرور العامه يعني بالخصوص، وعامه الى البرلمان العراقي انه يكملون قضيه موافقات القضيه ترقيم الدراجات ان شاء. زين. الله اكو وحده قريبه لك تحسها يعني هسه هاي؟ والله اذا قلت وحده قريبه فهي بايكرز.
نقول الناس تزعل، بس اقرب شيء عندي هو العلم العراقي. هو العلم العراقي طبعاً. طبعا احنا نقف اجلال للعلم العراقي، اكيد انتم مثلتوا العراق بكثير من المحافل. نعم. ورفعتوا هذا العلم العراقي. نعم. ايضا انه يعني بالاغلب ولا اعم بلال وباقي الفريق من يمشون دراجاتهم تكون بها اعلام عراقية. بها اعلام عراقيه. نعم. بالخارج كانت موجوده؟ نعم موجودة بها التصوير، وأدز لك الفوتو مالتها وكل شيء كامل. طبعاً هي حقيقة واحد يشد نفسه أكيد. وتلقاه أنه لا إرادياً يجيب العلم العراقي. طبعاً للعلم أنه مشاركاتنا إن كانت محلية أو دولية، والخاصة دولية هي نطلع على نفقتنا الخاصة. طيب. صرفها ودعمها كلها من عندنا. زين. هسه إحنا نريد نحرق واحد من الشباب. نحرق واحد من الشباب اللي وياك. يعني نحكي عليه. أوكي. واحد مشاكس. أوكي. كلش. يعني عندي كلهم قريبين على قلبي. مش متعبك يلا. وفي. وفي؟ اي وفي. متعبك؟ متعبني دمرني. يابا وفي يعني شو نقول للوفي؟ شو نقول له؟ وفي الله يوفقه ان شاء الله ويحرسه. بالعكس وفي نكهة الفريق. اي. ومسوي وشم كلش كبير على ايده يعني. أي. مكتوب بيه عراق بايكرز بالتاتو، واغلب الشباب طبعا كاتبين عراق بايكرز. طيب واحد كلش هادي. طبعا الهدوء سبحان الله عندي هواي يمتلكون الهدوء منهم الكابتن عماد. حسيت عماد وياك انما انسست يعني ساعدك كذا. نعم ايدي اليمين وكابتن قصي ايدي اليسار، وكذلك بهم الخير والبركه احمد سامي، عندي كاظم، عندي مثل نشوان، هذول يعني قريبين كلش علي. اكو سؤال مهم جدا، عفوا للمداخله لاهميه السؤال حتى المشاهد ايضا يعرف. احنا شفنا يعني الجايز الموجود هسه ويانا يعني هم شباب. نعم. عنصر النسائي فكرتوا انه يدخل بالبايكرز؟ موجود اصلا باقي الدول؟ وين لقيته موجود؟ طبعا موجود بكل الدول العربية والاجنبية اغلبها. طبعا احنا كمجتمع شرقي حاليا ما نقدر نسوي هذا الموضوع. يعني فكرنا الدول العربية موجود. موجود بالدول العربية بس كمجتمع العراقي. كمجتمع العراقي احنا كشرقي مجتمع. نعم. شرقي بغداد او المحافظات الباقية ما نقدر نسوي هاي الخطوه، لان يعني يجوز نلاقي فد نقاط سلبيه يعني علينا. ممكن تعلى اصوات عليكم او جائز تنتقدكم. مراحل ثانيه طبعا احنا عندنا عناصر نسائيه موجوده، والسوق دراجه موجوده، وتمتلك دراجه موجوده، بس موجوده عندنا. موجوده عندنا نعم، بس ما طالعين وياها. لا حاليا ما نطلعهم. انتم ما تطلعوهم بالتصوير حقيقه اريد. لا لا انا لا عندي يعني حاليا يعني يطلعون وياي، ما عندي اي بنيه أبد. ما عدا بنتي بس صغيرونه تطلع شفناها جنت جنات. اي و العنصر النسائي فكرنا ان شاء الله بالمستقبل انه هذني البنات اللي عندهم دراجات يمتلكون دراجات يطلعون كعضو ويانا، مو يصعدون خلف واحد، لا هي تسوق الدراجه. ماكو اي مانع. ماكو اي مانع طبعا. ماكو اي مانع. الحلو والجميل السؤال اسالك. نعم. اذا هذا المجتمع يريد يعارض فالبنات دي يسوقون سيارات بالشارع لو لا؟ يسوقون سيارات. هاي يعني واسطه نقل لو مو واسطه نقل الدراجه؟ أنا أضطر أي وأطرح وياك. نعم. لكن أنت من الممكن أن تسأل وتوجه سؤالك للمشاهد. طبعاً. الآن أنت توجه له سؤال تقول له مثلاً تقدر إنه النساء تسوق. طبعاً. بس لكن أنت عندك اعتراض على ركوبهم دراجة. أي على الدراجة. بالخلف. تدري نعم السوق. لا أنا أريدها السوق هي. مو موضوع تقعد بالخلف. لا مو موضوع تقعد، لا أعطيها بالعكس فرصة أكبر بالمجتمع العراقي. إنه خاصة بالبايكرز. إيه نعم. طيب تحس إنه بعض الدراجات كبيرة جداً المرأة راح تواجه صعوبة. عندنا نوعيات، عندنا السبورت ستار، عندنا الهوندا الستيد، هذني تقدر تسوقهن محركاتهن صغيرة وهي أصلاً نسائيات. طبعاً على فكرة يعني حكي بعض الدراجات، دراجة كابتن بلال اللي لاحظت بيها وإن شاء الله نشوفكم بعض الصور إلها لقيت بيها كأنما دكتات تبريد. شنو هذا؟ يعني هاي بيها فريش ينزل هواء فريش عندك. شلون هذا يجي؟ أنت راح تواجه هواء يعني درجات الحرارة عالية عندنا. درجة الحرارة تقدر تسدهن ما تقدر تفتحهن. طيب. أنت طلعت بمكان تدري هي الجولد وينج خاصة. طيب. مغلقة من كل المكانات، تفتح هاي التهوية يجي يضربك هواء، وتقدر عندك هوائيات ثانية هم يضربك هواء تبرد بها نفسك. أها. طيب احنا تكلمنا عن قضية اللي البست اللابسة. أوكي. لكن ما نقدر لضيق الوقت انه ناخذ كل الاشياء، انا وعدتك انه راح نتعايش وياك. اضيف لك بعد اكثر. طيب. غير هذا الموضوع عدي بفضل الله سبحانه وتعالى فضل الشباب اخوتي وافتخر بهم انه عندنا دروع وكتب شكر جمة كل كبيرة موجودة بالبيت. وعندنا بالكوفي موجوده، اذا تحب نطلع نروح نشوفهم. يا ريت ماكو بيها زحمه ولا احراج. اكيد بيت بيتكم ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام مثل قال بلال نستغل هذه الفرصه حتى نروح نوثق كل اللي حصدوه فريق عراق بايكرز، طبعا بلال ولكن باسم كل هذا الجروب. مو بس بلال، لولا عراق بايكرز كاعضاء عراق بايكرز ما كان لا بلال ولا عراق بايكرز. خليكم وياه.
الكرام، الآن احنا في بيت الكابتن بلال رئيس فريق بايكرز العراق. طبعا نشكره اليوم، ويا راح تتعجبون على الكم الهائل من الجوائز اللي حصدوه هم بمشاركات عراقية وعربية. نتمنى الموفقية وإلك خصوصا وللفريق. كل الشكر لكم، ونتمنى لكم الموفقية والنجاح بهذا البرنامج الجديد إن شاء الله، وبطموح كبير للشباب العراقي. هسا أنت ربما المشاهد ما راح يقدر يصدق أنه كل هذه الجوائز أنت حصلتوها. نعم. بمشاركات مختلفة. أكيد. شنو اللي راح تقدر تعرف لنا أو تعرف المشاهد شنو هذه الجوائز، أسماءهن وين كانت؟ طبعا يمكن أخاف أنسى واحد حتى الشباب لا يزعلون، الفرق العربية والأجنبية كلها، من لبنان إلى الأردن إلى الإمارات إلى سلطنة عمان. إلى طبعا هاي من الإمارات العربية. نعم. تحية وتقدير للشيخ سهيل بن حشر بو حشر، كان استعراض، كان هناك مهرجان 47 تأسيس دولة الإمارات. نعم. نعم. الباقيات طبعا هذا مهرجان مليتا اللي صار بعيد التحرير اللبناني. نعم. شكرنا وتقديرنا للكابتن محمد مومنة على إقامة. وين هذا كان بالضبط؟ لبنان. لبنان. بلبنان. هذا المهرجان الأول اللي شاركنا به 2017. نعم. وعدنا قبل أسبوع رجعنا من المهرجان الثالث اللي شاركنا به استكشف جمال لبنان، اللي تكلمنا بالكواليس عليه بعلبك. مضبوط. نعم. مضبوط. نعم. بعلبك وغيره. نعم. طيب هذه هذا طبعا من أحد الفرق العراقية ويكان. نعم. نقدر التطوعي التابع لوزارة الشباب والرياضة. هنا أنا أنت تتكلم طبعا يعني محلية ودولية. محلية ودولية. نعم. وربما راح أيضا أنتوا يكون عندكم شوك صدمة إنه وصلوا لعمان. أي. اللي هاي تقدر تحكينا عليهم. نعم. مال سلطنة عمان، وعندك هاي مال دولة الإمارات من فريق ستورم بايكرز كذلك. نعم. أنتوا مهتمين بقضية البايكرز. البايكرز طبعا مهتمين كلش هواية برياضتهم، وكذلك دعم الدولة لهم وكل الناس الموجودين. لقيت أيضا عندك كتب شكر كثيرة جدا. نعم. يعني إيش قد خلينا نقول حاصدين أو حاسبهم. طبعا ما شاء الله كلش هواية، هي مو باسم بلال بس باسم العراق بايكرز وكل شبكة العراق بايكرز من شمالها إلى جنوبها، لأن العراق بايكرز كون من أكثر من فريق من شمال إلى العراق إلى جنوبه. نحصد هاي الأوسمة وهاي الميداليات وهاي الكتب الشكر والدروعة عن طريق مشاركاتنا إن كانت دولية أو محلية. طيب شوي نقدر نروح أيضا. نعم. نعم. فريق المتحدون المملكة العربية السعودية، تحية وتقدير للكابتن مصطفى رئيس الفريق. كانت في شوكي هاي بال 2017 اللي صارت. إذا عندكم أكثر من مشاركة بنفس السنة. طبعا وهاي هم يعني كذلك مال جدة بايك ويك اللي صارت بجدة المهرجان الأول بال 2017. قريت هذه اللي هي الأستاذ مناف، أعتقد إنه هذه لها علاقة بالصداقة والسلام. نعم. بايكرز أيضا إلى هاي أحد طبعاً. الفروع اللي عندنا مثلا كاتب اسمك هاي. نعم. هاي مال الاستاذ مناف ناجي اللي تابع لوزارة الشباب والرياضة. نعم. اللي بالسماوة. هذه مكتب النقابة العامة للعمال. هاي بعيد العمال العراقي شاركنا المرة الأولى بال 2018 بعيد العمال، وشكرنا وتقديرنا للأساتذة اللي قدموا لنا الدعوة ورحنا لبيناها طبعا. يعني. طيب هذا الكأس. هذا الكأس اللي صار بطولة عندنا الحشد الشعبي، صارت بمعرض بغداد الدولي. نعم. مال البايك شو، واخذنا بها الأول. طيب مشاهدين الكرام، مثل ما قلنا لكم جروبات عراقية يتعايش ويا هذه الجروبات العراقية اللي تلتقي بالسوشيال ميديا وتتواصل بالسوشيال ميديا، لكن تحقق هذا الموضوع على أرض الواقع وأرض الحقيقة. بعدنا متواصلين وياكم وبعدنا متعايشين ويا العراق بايكرز. ابقوا ويانا. اليوم كنا ويا العراق بايكرز، الأسبوع القادم راح نكون خلوها مفاجأة.